سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ للمصنف أبي شجاع كتاب متن الغاية والتقريب على شرح أبي القاسم الغزي والمحشي الشيخ إبراهيم البيجوري رحمهم الله تعالى جميعا ونفعنا الله بعلومهم. وكنا ذكرنا أن المياه ينقسم باعتبار استعماله إلى أربعة أقسام. القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال، والثاني طاهر مطهر مكروه، والقسم الثالث طاهر غير مطهر، وهو نوعان: المستعمل في رفع حدث اللي هو الماء المستعمل أو إزالة نجس، والماء الذي تغير بإضافة طاهر من الطاهرات إليه. يبقى القسم الثالث عبارة عن قسمين: ماء مستعمل في عبادة، والعبادة إما رفع حدث أو إزالة نجس، أو يكون أضيف إليه غيره من الطاهرات فغير أوصافه فصار ماء متغير طاهر غير مطهر. ونحن اليوم نتكلم على النوع الثاني في الماء المستعمل، وهو استعمل في إزالة نجس. إزالة نجس في أمور دقيقة هنلاحظها دلوقتي بالذات عشان تعلمها لزوجتك إزاي تغسل الثوب النجس، لأن كتير من النساء ما يعرفوش الطريق. لأن لو جبت الثوب النجس كده ورميته في المية نجست المية، ما طهرتش الثوب. خد بالك، جدتي كانت بتعرف تغسل عن ستات اليومين دول اللي هي ما راحتش مدرسة، وستات اليومين دول معاهم لسانسات ما يعرفوش يغسلوا، بس الحمد لله ربنا سترنا بالغساله الفول اوتوماتيك حلت المشكله، لانها بقت تحط فيها البروجرام بتاعها بيحل لك المشكله من الناحيه الفقهيه كويس، لان الماء بيطرا على النجاسه فيزيلها. يعني بتحط الاول الثياب في الغساله وهي فاضيه ما فيهاش ميه، وبعدين الميه تروح جايه على الثوب تروح مطهرها. بخلاف كانوا زمان يغلطوا بعض النساء تملى الاول الميه وتروح جايبه الثياب كبها فيها، يبقى كده نجست الميه. لأن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته، والماء إذا ورد على النجاسة طهر. فاهم؟ فرق كبير. أنا دلوقتي في قدامي جردل ميه تبولت فيه نجسته، صح؟ لأن النجاسة وردت على الماء. طيب أنا تبولت على الأرض، جبت جردل الميه ده رحت راميه على النجاسة، طهرتها. فرق كبير. بإن الماء يرد على النجاسة وإن النجاسة ترد على الماء. ورود النجاسة على الماء تنجسه، وورود الماء على النجاسة يطهره. خدت بالك؟ وعلشان كده لما تيجي تحط ثوبك اللي أنت عايز تطهره ما تملاش المية وتكب الثوب فيه، وإلا تبقى أنت نجستها، لأن خليت النجاسة جت على المية، بل نشرت النجاسة كمان. إذا كانت النجاسة في قطعة صغيرة من الثوب صار الثوب كله متنجس. لكن الحل انك تحط الثوب الاول في الاناء جاف، وبعدين تفتح الحنفية او تجيب الكوز وتكب المية على الثوب، في الحالة دي يبقى انت طاهر. خدت بالك؟ دي نقطة هامة. كان زمان اجدادنا يعلموها لزوجاتهم، لان اجدادنا كانوا فاهمين الدين وخريجين ازهر وعلماء. لكن دلوقتي الناس مش واخدة بس، لان ما درسوش الدين بالطريقة اللي درستها بيها اجدادنا. خدنا الدين كده اهو بايه؟ بسطحية. فهنشوف هنا الشيخ بيقول ايه. او ازالة نجس، يعني المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس. خلصنا رفع حدث وعرفنا نية الاغتراف والقصة دي كلها انتهينا منها الحمد لله في الجلسة السابقة. او ازالة نجس اي ولو كان معفوا عنه، لان في بعض النجاسات يعفى عنها شرعا مع بقاء نجاسته. نجاسة تعفى عنها شرعا لكن وهي نجس، الشرع يقول انها نجسه الا انها معفو عنها، وهي ما لا يدركه الطرف عند الشافعي، يعني ما لا تراه بعينه كدم البراغيث. يعني اي برغوث مهما قرصك لو كتر شويه ممكن يعمل لك اثار بقع دم، نقط صغيره كده، فدي النقط الدم دي ما هي نجس لكن يعفى عنها لانها ضئيله. وكذلك زي الناموس
والحاجات دي، وزي الذبابة، الذبابة ممكن تقف على حاجة نجسة فتشيل برجليها النجاسة وتيجي تقف على شعرك وانت بتصلي، وتقف على ثوبك، دي نجاسة معفو عنها، لأن انت هتجيبها ازاي؟ دي لا يدركها الطرف، فيبقى في نجاسات معفو عنها. وكذلك ميتة ما لا دم له سائل، يعني ما لا نفس له سائلة، ملوش دورة دموية من الحشرات، كل ميتته دي نجسة إلا أنه يعفى عنها. يعني ذبابة وقعت في الإناء وماتت فيه، هي صحيح ميتتها نجسة إلا أن يعفى عنها طالما وقعت، إلا أنك أنت لو كنت جمعت الذباب بقى قصته وكبيته أنت، يبقى هنا بقى ما بقاش معفو عنها لأن أنت متعمد، واخد بالك؟ صرصار وقع في إناء مية ومات فيه، تتوضى بيها ما يدورش، خدت بالك؟ مع إنه عايش في البلاعة يقف عنه، لأن لا نفس له سائل، خدت بالك؟ يبقى بيقول الماء المستعمل في إزالة نجس ولو كانت هذه النجاسة معفو عنها برضه يستعمل مستعمل، يبقى مستعمل برضه حتى ولو النجاسة دي يعفى عنها شرعا، خدت بالك؟ ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث فالماء المستعمل في إزالته غير مطهر، ويدخل فيها دم البق برضه اللي هو الايه؟ البق اللي هي الاكلان، الاكلان برضه واخد بالك، تلاقي برضه يسيب اثار دم. الناس تعرف الحاجات دي اللي يكونوا بيقعدوا في معسكرات وفي بعض الارياف، تلاقي الحاجات دي منتشره. ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث فالماء المستعمل في ازالته غير مطهر، الماء المستعمل في ازالته غير مطهر، وان كانت ازالته غير واجبه ابتداء لانه معفو عنه، ازالته ازاله هذه النجاسه المعفو عنها غير واجبه ابتداء من الاول، ولكن اذا استعملت الماء في ازالتها ولو للنظافه صار هذا الماء مستعمل، خدت بالك؟ لانها لا تقع الا واجبه. والمستعمل في ازاله النجس نحكم عليه ايه؟ هو ماء المره الاولى، الغسله الاولى، خدت بالك ازاي؟ في غير النجاسه الكلبيه والخنزيريه قياسا عليها عندنا كذلك، نجاسه الكلب والخنزير، الخنزير قيس على الكلب عند الشافعيه فبرضه لا يطهر الا بسبع غسلات ولهن بالتراب او احداهن بالتراب. فيبقى ان الغسله الاولى كل النجاسات الا النجاسه الكلبيه هي دي المستعمله. وفي النجاسة الكلبية السبع غسلات، السبع غسلات في النجاسة الكلبية هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية، وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها. هي العبارة هنا مهمة، العبارة مهمة، اللي يقراها كده يفتكر ان يقصد السبعه بس هي اللي مستعمله، واللي قبل كده طب السادسه والخامسه برضه مستعمله، فعبارته مهمه. هو كان هيقول السبع غسلات، ماء السبع غسلات مش السابعه فقط. طب اقول السابعه يهمك، يمكن السادسه تقول مش مستعمل، طب والخامسه مش مستعمله، لا برضه يبقى كله لحد السبعه، بعد السبعه طهر المحل. يبقى لو غسلت الثامنه الماء ده غير مستعمل لانه ما ازالش حاجه، ده جه على ثوب نظيف، فهمت ازاي؟ انا ممكن اعصر الثوب واخد الميه دي اتوضى بيه طالما التامنه او التاسعه، ما يفرقش بقى، خدت بالك؟ يبقى الماء المستعمل زي ما قلنا احنا، الماء المستعمل في رفع حدث هو ماء الغسله الاولى، اللي هو ايه؟ اللي نازل من غسل الوجه المره الاولى، واللي نازل من غسل اليد المره الاولى، واللي نازل من غسل الرجل المره الاولى، وهكذا. يبقى ماء الغسله الاولى في الوضوء، وماء الغسلة الأولى في الغسل اللي هو غسل الجنابة، وماء الغسلة الأولى في سائر النجاسات إلا النجاسة الكلبية فالسبع غسلات، خدت بالك؟ سهلة دي. وقياسا عليها ما النجاسة الخنزيرية أو ما تولد منهما أو من أحدهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، يعني كلب اتجوز مثلا ذئب فانجبوا ذئب ابن كلب، يبقى برضه نجاسته كلبيه، خدت بالك ازاي؟ مع انه الذئب طاهر، فهمت المساله؟ يعني ما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر، خدت بالك؟ تمشي بقى.
في غير النجاسة الكلبية، وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها. يبقى الغسلة الثانية والثالثة في غير النجاسة الكلبية غير مستعمل، بشروط طبعا ان الغسلة الثانية والثالثة تبقى غير متغيرة، وإلا يبقى ما زالت النجاسة موجودة. ما هو بشرط أن تكون الغسلة الأولى أزالت النجاسة لونا وطعما ورائحة أو جرما كمان، خدت بالك؟ لكن على أي حال اللون لا يضر، لون النجاسة لا يضر، لأن في نجاسات تبقع تسيب لون لكن يزيل طعمها وريحها، لكن تفضل بقعتها ما يضرش اللون، اللون ما يضرش، المهم اللون وإيه، المهم الطعم والرائحة والجرم نفسه. إذا كان ليها طبقة تتشال الطبقة دي، فتبقى اسمه جرم النجاسة. يبقى ما تقولش الغسلة الأولى تمت إلا لما يزيل، أما يطهر المحل، بعد كده تبقى اللي بعد كده اسمها الغسلة الثانية. يبقى تفضل غسلة أولى طول ما المحل فيه لسه أثر النجاسة، اسمها غسلة أولى، غسلة أولى لحد ما تزول، يبقى خلصنا الغسلة الأولى، خدت بالك؟ يبقى بعد كده دي غسلة ثانية بخلاف الثانية والثالثة في غيرها. والنجس بفتح النون وكسرها مع كسر الجيم وسكونها، يعني ممكن تقول النجس والنجس، فتح النون وكسرها تم، مع كسر الجيم وسكون الجيم تقول نجس ونجس ونجس ونجس، انت بالك كلها لغات كلها صح. وبفتحهما معا نجس، تنفع تقول كده بفتح النون والجيم مع بعض نجس، كل دي لغات صحيحه. وزاد في القاموس لغة أخرى وهي ضم الجيم، يعني نجس كعضو على وزن عضو كده، نجس زي عضو. وقد ذكر الشارح للحكم بطهارة المستعمل في إزالة النجاسة وهي المسمى بالغسالة شرطين، وترك شرطين، هي فيها أربع شروط عشان تقول إن الماء اللي الغسالة اللي جاية من الشيء المتنجس دي طاهرة. فهمت ازاي؟ عشان اقول انها طاهرة، ما احنا قلنا طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر يعني ايه؟ يعني طاهر في ذاته ممكن استعمله في سائر الاستعمالات، لكن غير مطهر ما ينفعش اتوضى بيه. فهمت ازاي؟ علشان اقول ان الغسالة دي طاهرة غير مطهرة لازم يتوفر فيها اربع شروط. المصنف ذكر شرطين قصدي الشارح ذكر شرطين والمحشي ذكر شرطين تانيين، خدت بالك؟ الشرطين اللي بيقولهم المحشي قالهم الاول في الحشي، وترك شرطين، وهما اللي تركهم ايه؟ ان يكون الماء واردا على النجاسه، زي ما قلت لك في الاول خالص المقدمه، ان يكون الماء هو اللي جاء على النجاسه مش النجاسه اللي جت على الميه. فهمت ازاي؟ ان يكون الماء واردا على النجاسه. عرفنا الفرق ازاي؟ حكاية دليل ان الماء الوارد يطهر والنجاسة اذا وردت على الماء تنجسها، من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي وجلس معه يعرض عليه الاسلام، فاراد ان يبول الاعراب، هزمه البول، فوقف في قبلة النبي وبات قدام الناس، ما عادي ما طول النهار في الصحراء كده يعني، كل الناس بتبول، حتى دواب الارض بتبول، حاجة مش عيب يعني، هو لسه ما يعرفش. فوقف يبول في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الدنيا هاصل، بقى يبص لهم كده والبول شغال، ليه الناس دي بتاعي وما بيبولوش؟ ده عادي يعني. هو ما يعرفش. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيه قال لهم لا تزربوه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. شوف الرحمة، هو بيبول في أشرف قبلة، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تزربوه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. حتى انتهى فقال أريقوا عليها دلوا من ماء. يبقى عرفنا هنا ورود الماء على النجاسة يطهر من بول الأعراب، ده جزاه الله خير. علمنا برضه ازاي نطهر الأرض، وعلمنا حتة كبيرة ازاي حلم النبي بالناس وكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا. هو النبي أخلاقه عالية، لكن المواقف دي بتبينها، نقوم نفتكرها نعرف أخلاق النبي ازاي. ازاي الآية بتقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ازاي بتقول فبما رحمة من الله لنت لهم، ازاي تعرف الحاجات دي كلها، انك لعلى خلق عظيم، ازاي تعيش المعاني دي الا بالقصص دي، لو لم تحدث ما كناش لحظناها. فالمهم فعرفنا من هنا ان النجاسة
إذا طرأت على مكان ثم ورد عليها الماء طهرها، لأن الرسول قال لهم إيه؟ أريقوا علي سجلا من ماء. وبعدين لما العربي جو قاعد واستريح كده، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم يجعلها الله لمثل هذه القاذورات والنجاسات، ولكن هي للذكر وللصلاة والعبادة والتكبير والتسبيح. الراجل إيه؟ زعلان من الناس كلها، فقال إيه؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معه، لأن كل الناس هاجت عليه وشاف النبي بقى قلبه كله رحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له لقد حجرت واسعا، يعني حجرت واسعا يعني ضيقت حاجة واسعة، رحمة ربنا واسعة، فأنت حجرتها يعني ضيقتها. قال له لقد حجرت واسعا. يبقى عرفنا من هنا من القصة البسيطة دي إن الماء إذا ورد على النجاسة طهرها. طيب ومنين نعرف إن النجاسة إذا وردت على الشيء تنجسه؟ حديث الفأرة التي ماتت في السم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت الفأرة في السم وكان مائعا فأريقوه، تنجس كله، وإن كان جامدا فأزيلوها وأزيلوا ما حولها. خدت بالك إزاي؟ يبقى عرفنا إنها تنجس، لأن هنا الفأرة لما دخلت جوه الزيت أو السمن وهو سائل وغرقت جواه وماتت تنجست، بقت ميتتها نجسة. طول ما الفار صاحي عايش طاهر، إنما ماتت ميتتها نجسة. فالنجاسة هنا بقت جوه الشيء المائع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريقوه، أريقوه يعني خلاص ماليته ضاعت، ملوش قيمة لأنه بقى متنجس. لأنه تنجس ليه؟ لأنها وردت النجاسة على الشيء، فورود النجاسة على الشيء إيه؟ ينجسه. وبرضه موت الفأرة في الماء نفس الحكاية، تريقه، وفي السمن إذا كان جامد زي ما قلنا القصة. فهنا بيقول إيه؟ أول شرط ما ذكروش وهو أن يكون الماء واردا على النجاسة، يعني جاي عليه. فلو كان موردا يعني الماء مورود يعني مفعول به، يعني النجاسة هي اللي جت عليه فوقع فيه الفعل، فيسموه مورود اسم مفعول، يعني وقع عليه الفعل، وقع عليه النجاسة. كأن وضع أولا الماء، شوف وضع أولا الماء، مليت أنا طشت مية، ثم وضع فيه الثوب المتنجس تنجس. خدت بالك ازاي بقى؟ يبقى انا لازم احط الثياب المتنجسه في الطشت الاول وهو فاضي ما فيهوش ميه، وبعد كده اروح انا اكب الميه على الطشت بعد ما احط ايه؟ في الحاله دي هتطهر الثياب بالطريقه دي. خدت بالك؟ دي نقطه هامه بسيطه. الناس يقول لك ما المعنى واحد. الناس بقى اللي مخهم راكب شمال يقول لك ما القصه واحده، زي تيجي تقول له حط فلوسك في بنك اسلامي يقول لك ما كله اصله بيشتغل بطريقه واحده، اشمعنى بنك اسلامي وبنك مش عارف ايه انت هتعمل لي؟ لانه مش قادر يدرك الفرق، مش عارف يدرك الفرق. ايوه لا، اذا كان ماء كثير ولا تغيره خلاص ما تفرقش، زي في البحر. هو انت دلوقتي بتكب البحر على الثوب ولا بتحط الثوب في البحر؟ البحر كتير، خدت بالك؟ ماء كثير ما تقلقش منه، زي ما يبقى ماء كثير ما تقلقش منه. احنا بنتكلم احنا في البيت، اصل انت في البيت مش هتغسل ثوب في 200 لتر، يعني انت يا دوب بتجمع كده شويه في بستله في جردل في بتاع حاجه بسيطه كده، حط عليها الثوب، حطيته كده يبقى نجس. لا، انت حطه الاول وبعدين افتح الحنفيه، خلاص بقى سهل. كأن وضع أولا الماء ثم وضع فيه الثوب المتنجس تنجس. دي أول شرط، يبقى يشترط في الشرط الأول عشان أقول إن الغسالة اللي نازلة دي طهرة مستعملة، بس طهرة يعني مستعملة يعني ما توضاش بيها، يعني ما استعملهاش في غسل ثوب تاني نجس، فهمت إزاي؟ لكن استعملها في سائر الاستعمالات، أمسح بيها الشقة، أغسل بيها المواعين، اعمل بيها اي حاجة عشان اقول دي طاهرة. اول شرط يبقى الماء وارد مش مورود، الماء وارد على النجاسة مش مورود، يعني مش النجاسة هي اللي جت عليه، ده اول شرط. الشرط الثاني ان يطهر المحل، ان لا ان المية انفصلت عن المحل ولا المحل طهر، يبقى دي غسالة طاهرة. لكن لما تيجي المية تنفصل متغيرة والمحل لسه فيه نجاسة، طب ما تبقى المنفصل ده متنجس مازال، خدت بالك ازاي؟ ما استهلكتش النجاسة فيه. يبقى تاني شرط
وأن يطهر المحل بأن لم يبقى للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح، وإلا فهو نجس. حقه يقول متنجس، وإلا فهو متنجس، يعني الماء نفسه صار متنجس. وهذا كله في الغسالة القليلة المنفصل. خدت بالك؟ الغسالة القليلة المنفصل. القليلة عند الشافعي يعني أقل من 200 لتر، أقل من قلتين، دي معنى القليلة عند الشافعي. وهذا كله في الغسالة القليلة المنفصلة كما قال في المنهج، المنهج بتاع سيدنا زكريا الأنصاري، منهج الطلاب، مختصر منهج الطالبين للإمام النووي، منهج الطالبين مختصر المحرر للإمام الرافعي، والمحرر مختصر الوجيز للإمام الرافعي برضه للإمام الغزالي، والوجيز مختصر الوسيط للإمام الغزالي، والوسيط مختصر البسيط للإمام الغزالي، والبسيط مختصر النهاية لإمام الحرمين، والنهاية خلاصة أربع كتب في فقه الشافعي للإمام الشافعي، اللي هي الأم والرسالة والبويسي والمزني، زي ما قلنا احنا قصة الدور اللي فات. يبقى قال في المنهج اللي هو سيدنا زكريا الأنصاري، الأم والإملاء، الرسالة في أصول الفقه، الرسالة في أصول الفقه، الأم والإملاء. يبقى في المنهج لسيدنا زكريا الأنصاري مدفون جنب الإمام الشافعي، هنا سيدنا زكريا الأنصاري من علماء مصر رضي الله عنه ونفعنا به. وبيقول ايه في المنهج؟ وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. شفت كلامه جميل ازاي؟ يقول لك غسالة قليلة يعني اقل من قلتين، وغسالة يعني بعد غسل المحل بقت غسالة. غسالة تكون قليلة ومنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن، لأن لو زاد وزنها يبقى زاد وزنها بالنجاسة. يبقى بلا تغير أول حاجة في الصفات، وبلا زيادة في الوزن عشان ما يبقاش في جرم زيادة. فهمت ازاي؟ والمحل طهر تبقى الغسالة دي طهر. شفت الشروط الحلوة؟ كلام جميل. سيدنا زكريا الأنصاري كان مؤلفاته تلاقيها حلوة كده، تنبسط منها، تلاقي جايب لك الخلاصة في عبارات بسيطة. وعشان كده كان معظم كتبه يعني المصنفة كانت مكررة على طلبة الأزهر، لأنها بتبقى عبارتها وجيزة وفيها معاني كتير صحيحة. قال في المنهج: وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل، تبقى طاهرة. قوله: إن لم يتغير، أدي الإيه؟ الشرط الثالث اللي هو ذكره بقى الشارح. يبقى أول واحد قال إن يبقى الماء وارد مش مورود، أول شرط. الشرط الثاني أن تكون إيه؟ الغسالة غير متغيرة. فهمت إزاي؟ قصدي أن يطهر المحل، أن يطهر المحل. والثالث اللي هو إن لم يتغير، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس، برضه تقول متنجس أحسن. الشرط الرابع والأخير: ولم يزد وزنه، ولم يزد وزنه. خدت بالك إزاي؟ يعني المية دي أنا ابتليت بثلاثة لتر، انتهيت بإيه؟ بلتر، بلترين ونص، لأن الثوب بيتشرب نص لتر. ما نعمل حساب المتشرب، مش كده برضو؟ فلما ألاقي إن الثوب بتاعي هيتشرب نص لتر وأنا بادي بثلاثة لتر والباقي عندي اتنين لتر ونص ولا يتغير والمحل طهر، واخد بالك، والماء اللي نزل ده انفصل وما فيهوش أي تغير، يبقى أحكم بطهارة هذه الغسالة، أحكم بطهارتها وهي مستعملة. لكن لو زاد وزنها أو فيها تغير بيبقى متنجسة. خدت بالك؟ أيوه. ما هو الماء في عنده القدرة على استهلاك النجاسة بشرط أن يترك المحل طاهرًا وألا يزد وزنه وألا تتغير صفة من صفاته. حتى 100 حتى. طالما اتوفرت الشروط دي تبقى النجاسة استهلكت فيه مش باينة. وعفى الايه الشارع عن الدقة اللي أنت بتحكم بيها. أنت بتحكم بإيه؟ بالميكروسكوب. لا، هو ربك بيعصي ويصلح. خدت بالك؟ هي لابد طبعًا ما هي موجودة. لكنها ربنا سبحانه وتعالى جعل في قدر معين من الماء عنده قدرة على استهلاكها
بحيث لا تظهر فيه. فإذا والقدر ده اللي هو يترك المحل، إن يبقى الماء وارد ويترك المحل طاهر ولا يتغير صفة من صفاته ولا يزيد وزنه بالشروط دي، ساعتها يبقى الشرع يقول لك المية دي طاهر. لكن المعمل يقول لك لا، دي لسه فيها اثر، ان المعمل بقى يقعدوا بقى يعملوا لك ويحطوا لك انبوبه في انبوبه وبتاع واللون اتغير وشغل الكيمياء ده مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم على حكم الشرع. خدت بالك؟ ولم يزد وزنه اي بان ساوى او نقص. يعني طالما قال لك لم يزد وزنه يبقى يا اما وزنه فضل زي ما هو بحيث ان الثوب معمول من قماش لا يتشرب، في بعض القماش كده لا يتشرب الماء اصلا، تلاقي الميه تعدي عليه تعدي عليه ما يتشربش، ينضف ايه بس ليه ما يتشربش، يبقى هتلاقي الميه مساويه بادي ب 3 لتر وانتهت ب 3 لتر. واخد بقى؟ خلاص ما يجراش حاجه، يبقى مساوي وزنه مساوي. او نقص ما يضرش علشان هينقص عشان المتشرب. خدت بالك؟ وقوله بعد انفصاله اي عن محل المغسول، وانفصالي عن المحل المغسول مش انفصال المحل المغسول عنه. خد بالك في حته ثانيه دقيقه، الماء المنفصل لازم هو اللي ينفصل مش الثوب اللي ينفصل. يعني انا حطيت الثوب في الاناء فتحت الحنفيه ورد الماء على الثوب، ده عك في الثوب كده في الميه، وبعدين عايز انفصل الميه دي، ما اخدش الثوب اطلعه، اكب الميه في اناء ثاني من على الثوب، اكب الميه في اناء ثاني عشان ينفصل، عشان ايه الماء ينفصل، وبعدين ابتدي ايه اكشف على الثوب بقى الاقي النجاسه راحت والثوب طاهر ومحله طاهر، يبقى الحمد لله. ابص على الميه الاقيها ما تغيرش لونها ولا تغير صفه من صفاتها ولا زاد وزنها، يبقى دي طاهره والمحل طاهر والحمد لله. فهمت القصه ازاي تمشي؟ سهله. كانوا زمان يحطوا في برميل وعاملين في اخره حنفيه، في اخر البرميل حنفيه، انا شفته بالجد زمان البرميل ده، واخد بالك؟ وكانوا يحطوا الثياب كده فوق ويكبوا عليها الميه ويسيبوها شويه ساعه اثنين ثلاثه وبعدين يدعكوها وبعدين يروحوا فاتحين الحنفيه كل الميه تروح نازله. خدت بالك؟ في الاناء. صحيح ما كانوش بيستعملوها، احنا اهل مصر في الميه بذخ، اهل نيل بقى، عندنا النيل الحمد لله ما فيش مشاكل عندنا، لكن في بلاد الميه ناقصه فيها، بالنسبة لهم ساعات المية الغسالة دي ممكن يعيد استعمالها تاني لو كانت هي بالشروط اللي احنا قلنا عليها، يعيد استعمالها في الأمور الطبيعية مش الأمور العبادية لأنها مستعملة فلا يجوز التطهر بها، لكن يجوز استعمالها في العاديات، في الأمور العادية يعني ممكن مثلا أغسل بها الآنية من الأكل والشرب، أشطب بها حاجة، أمسح بها الأرض، أعمل بها أي حاجة منها. أيوه طبعا. ايوه ما يجراش حاجه، امسح بيها الارض، ما هي طاهره، احنا قايلين انها طاهر بس غير مطهر، لكن ما امسحش بيها ارض تكون متنجسه، لكن امسح بيها ارض متسخه لكن مش متنجسه. يعني الواد اتآية على الحته دي في الارض، القيء نجس، يبقى هنا في الحاله دي لازم اجيب ماء طاهر مطهر اريقه على الايه على مكان القيء اللي وقع ده علشان اطهره. فهمت ازاي؟ يبقى لازم علشان اقول انها استعملها في ارض لازم الارض دي تكون يعني فيها وسخ غير نجس، والا لازم اجيب طهور، ماء طهور بقى. فهمت ازاي؟ ويكون وارد على النجاسه مش وارد عليه. ايوه في حاجه؟ بعد السبعه نقول طاهر غير مطهر. لا ما احنا قايلين الغسله الاولانيه في النجاسات، في النجاسات غير الكلبيه بالشروط اللي قايلينها دي، والغسله اللي بعد السبعه اللي بالشروط دي، انما طول ما انت لسه ما كملتش السبعه حتى لو لم يتغير اسمه المتنجس لسه، لان النجاسه لا تزول الا بسبع غسلات احداهن بالتراب. خدت بالك؟ ولم يأ كل الكلب عندنا نجس كله مش ريقه بس احنا عند الشافعية بيشترط وجود رطوبة حتى تنتقل النجاسة من الجزء الجاف في الكلب الى الجزء الايه اللي هيتنجس. يعني لو الكلب حك في جسمك في ثوبك
بفروته شعره يعني، خدت بالك؟ لو كان شعره جاف وثوبك جاف ما حصل لكش حاجه ولا يجرى حاجه، خش صلي، لان لم لا يوجد وسط لتنتقل به النجاسه، خدت بالك؟ لكن لو ثوبك رطب او الكلب نفسه الدنيا مطره والكلب كله ميه وجه حك فيك، يبقى انتقلت النجاسه لان بقى في وسط رطب، خدت بالك؟ او الحمام الكلب نفسه طالع من حمام غاطس في الترعه وطالع وبيعمل كده بقى وبينشر النجاسه، واخد بالك ازاي؟ عمل كده وانت بعيد وجات الطرطشه عليه شفتها بقى خلاص نجاسه بقى، خدت بالك؟ تاخد بالك من الحاجات دي. وفي الحاله دي هتغسل الثوب 7 مرات احداهن بالتراب برضه. لكن بعض المذاهب قالت ان ريق الكلب بس هو اللي ايه؟ اللي نجس ويغسل ريقه بس مش كله، الشافعيه قالوا كله كله على بعضه. الملكيه الكلب طاهر حتى ريقه. الملكيه كده يا سيدي. للناس اللي مربين كلاب نصحوا بالمذهب الملكي. واخد بالك؟ الملكيه عندهم كل حي طاهر. لكن يجب الغسل 7 مرات احداهن بالتراب تعبدا لا للتطهير. تعبدا بس، قالوا لان العله غير معلومه. لان لو كانت النجاسه طب ليه 7 مرات؟ النجاسه معلومه انها بتتغسل وخلاص لحد ما يزول عينها او لونها او جرمها. لكن ده سيدنا رسول الله قال في الكلب ده 7 مرات احداهن بالتراب، يبقى المساله مش مساله نجاسه، ده مساله عله اخرى احنا لا نعلمها، فيقول لك يغسل تعبدا لا لكونه نجس، خدت بالك؟ الملكيه رايهم كده. لكن الشافعي قالوا لا، العله النجاسه المغلظه، قالوا لك لكون اجتماع مطهرين على نجاسه واحده دل على تغليظ التراب والماء والاثنين مطهرين، فقال لك ده لغلظ النجاسه اجتمع مطهرين. فهمت ازاي؟ رأي الشافعية حلو برضه انا بحبه. لكن على أي حال لو أنت ابتليت بالكلاب قلد الملكية وخلاص، هتعمل هتعيش ازاي بقى؟ طول النهار هتفضل تخلي مراتك تغسل لك هدومك 7 مرات، هتطلق هتخلعك. هتخلعك ثاني يوم. فربنا يتوب عليه. حتى لو حراس النجاسة حاجة حراسة، يبقى في مكان الحراسة، أنت بقى تروح تتعامل معاه بثوب خاص غير ثوب الإيه؟ الصلاة. فهمت إزاي؟ بس. إنما مش تجيب لي كلب لولو قاعد في كل حتة في البيت عامل لي مشكلة. ده أنا بروح ساعات أزور ناس ألاقي الكلب هوا وأبقى خايف أقعد على أي كرسي. يقولوا قال لهم لا متشكر أوي بس أنا مستعجل أصلي عندي مش عارف إيه أعمل نفسي. حتى يقدموا لي حاجة أبقى خايف أشربها. ليه الناس عايشة كلاب جوه بيوت ولا حراسة غير لولو كده شكله حلو كده وقاعد منجس لهم حياته. يقول لك والله نضيف ده انا بحميه بالشامبو، يقول لك ايه؟ ما ينفعش. ايوه. بقت زي نجاسه يعني الغساله المتنجسه نجاسه حكمها حكم النجاسه، تيجي على الثوب اغسل الثوب يعني. خدت بالك؟ ما هو النجاسه متجدده منه بتطلع على طول اول باول، بتطلع مع افرازاته وعرقه. هو طاهر في اللحظه دي، بعد لحظه عرق، بعد لحظه عمل ريق جديد. ولا انت هتجيب كلب بقى ايه ما يعرقش بعد كده؟ هيموت. ما انت لو خليته ما يعرقش ولا هيريل يبقى موتته خلاص، ادفنه بقى. وبعدين ما تدخلش الملائكه بيت فيه كلب ولا تمثال برضه، خد بالك. كلب حراسه انا معاك، حراسه ماشي، بس حراسه خليك في حته بعيده بقى وكده، وتتعامل معاه بطريقه معينه وربنا ينجيك منه. طب انت تروح للجيران ليه؟ ادم لا مالكش دعوه، ما هو يدخل في شقتهم هم، لكن انت شقتك مليانه خير. ولم يزد وزنه، الشرط الثاني، اي بان ساوى او نقص. وقوله بعد انفصالها عن المحل المغسول، يبقى الماء هو اللي ينفصل، عشان كده تكب كده مش تطلع الثوب وتقصر يعني، تكب الاول. الحمد لله بفضل الله الغسالات الفول اوتوماتيك متبرمجه بروجرام شرعي 100%، حاجه رحمه يعني. وده من تيسير.
وشط وكله، وتيجي الميه عليها والميه تسيبها وتمشي، والا الثوب هيدخل في البلاعه مش هيبقى. ايوه لا لازم بقى تحط لها شويه تراب بس هتخربها. ابقى اعمل اول غسله بالتراب عندك بره، بره الاول. لا اعمل اول غسله، هات شويه تراب كده حطهم في الاناء، وخد بالك ازاي، وحط الثوب ونزل شويه ميه على الثوب ودعكه دعكه كده، واخد بالك ازاي، وبعدين كبهم، وبعدين حطه بعد كده بقى في الغسله. يبقى ايه؟ ولم يزد وزنه اي بان ساوى او نقص، وقوله بعد انفصاله اي عن المحل المغسول، واشار بذلك لانه لا يحكم على الماء بشيء قبل انفصاله. ما تحكمش على الماء باي شيء قبل ما ينفصل، طول ما هو لسه مخلوط في الثوب كده ومختلطين في بعض ما تحكمش عليه بحاجه. الاول ينفصل واكشف على الثوب الاقيه طهر المحل، فهمت ازاي؟ وبعدين اكشف على الماء اشوف تغير، هل تغير صفه من صفاته؟ هل تغير طعمه؟ هل زاد وزنه؟ مفيش الحاجات دي يبقى خلاص بقى طاهر. فهمت ازاي؟ انه لا يحكم على الماء بشيء قبل انفصاله. وقوله عما كان اي عن القدر الذي كان عليه قبل الغسل به، وقوله بعد اعتبار ما يتشربه، بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء اللي هو الثوب بيتشرب قد ايه، اعتبر برضو الجزء ده، وبعد اعتبار ايضا ما يمجه المغسول من الوسخ. انت الثوب بتاعك فيه 2 كيلو وساخ عشان بقالك شهرين لابسه ما غيرتوش، وانت راجل بتشتغل مثلا في الفاعل، واخد بالك، بيبقى عليه تراب وعليه رمل وعليه مش عارف ايه وحاجات كده، بيبقى عليه وساخه كتير. انا بهزر، مش 2 كيلو يعني، هتبقى برضه ليها وزن، واخد بالك، بالذات لما يبقى مثلا بيشتغل في المحاره في الجبس في بتاع، بيجي عليه حاجات كتل، فممكن الحاجات دي كلها تتحط في الميه تلاقيها تسيب وزن، خدت بالك؟ وبعد اعتبار ما يمجه المغسول من الوسخ، فاذا كان قدر الماء 10 أرطال مثلا، هو بيدي لك مثال بقى علشان تفهم الحكايه دي، فلو كانت ابتديت انا بميه 10 أرطال، وفرضنا ان الثوب المغسول يتشرب رطلا ويمج من الوسخ اوقيتين، خدت بالك ازاي؟ ثم بعد الغسل صار قدر الماء 9 أرطال وأوقيتين، يبقى كده خلاص طهر أو أقل فهو طاهر. وإن زاد على ذلك لقيته 9 أرطال وثلاث أوقيات 4 أوقيات، هي في أوقيتين وساخة بس، أنا لقيته 4 أوقيات والثوب تشرب أوقية ركل، فهمت إزاي؟ فلقيته بالطريقة دي يعني زاد على ذلك فهو نجس، لأن ما زاد من النجاسة، خدت بالك، سهلة. القسم الثاني، النوع الثاني من الماء المستعمل، احنا قلنا نوعين، ماء مستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، والنوع الثاني المتغير بما خالطه إيه شيء من الطاهرات. المتغير بما خالطه شيء من الطاهرات زي مية اختلطت بيها أي حاجة طاهرة، واخد بالك، حطيت فيها ماء ورد مثلا فبقت مية طاهرة، بس ما ينفعش أتوضأ بيها بشرط أن يكون التغير واضح يعني، لكن نقطة مية ورد كده يعني بحيث الواحد ما يلاحظهاش ينفع أتوضأ بيها، نقطة مية ورد كده في كوز في زير مية كبير ما يضرش أتوضأ بيها، لأن يمكن ما تلاحظهاش حتى، لكن لما يجي كل واحد يمسكها كده يشرب يقول لك الله مية بماء ورد، يعني كل الناس تدركها، هي في الحالة دي متغيرة بطاهر، يبقى ايه، ما ينفعش ان انا اتوضأ بيها، لكن ينفع اشربها، ينفع اعمل منها شاي، اعمل منها ليمونات، ما يجراش اي حاجة من دي، لكن ما اتوضاش بيها. وكذلك لا يغسل الميت بيها الا الغسلة الأخيرة عشان يطيبه ريحته من دول. ده بالمجاورة ما يضرش، التغير بالمجاورة ما يضرش، اسمه تغير بالمجاورة. زي الميه اللي جنب مثلا شجره فيها برتقان، تيجي تتوضى منها تلاقي طعمها طعم برتقان. ده تغير بالمجاوره ما يضرش. والمتغير عطف على المستعمل لما تقدم من ان القسم الثالث قسمان، المستعمل والمتغير، كما اشار اليه الشارح بقوله اي ومن هذا القسم الماء المتغير احد اوصافه بما اي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه. تغير
واخد بالك، يمنع اطلاق اسم الماء عليه، يبقى ده اسمه ماء متغير بشده. المرقه انت بتسميها ميه؟ بتسميها مرقه، ما بقولش عليها ميه، صح؟ يبقى ما ينفعش اتوضى بالمرقه. منقوع التمر انا بسميه نبيذ، الناس بتسميه خشاف دلوقتي في بلادنا، زمان كانوا يسموه نبيذ، واخد بالك ازاي؟ منقوع التمر ده يبقى ما ينفعش اتوضى بيه، لانه بقى اسمه مختلف، يعني من كتر ما تغير حتى اطلاق اسم الماء عليه، ما بقاش تطلق عليه اسم الماء، خدت بالك؟ منع من اطلاق اسم الماء عليه. المتغير عطف على المستعمل لما تقدم من ان القسم الثالث قسمان، المستعمل والمتغير، كما اشار اليه الشارح بقوله اي ومن هذا القسم الماء المتغير. لا يقال كلام الشارح يشير الى انه صفه لموصوف محذوف او مبتدا خبره محذوف وهو الجر والمجرور، لان نقول هذا حل معنى لحل اعراب. يعني الشيخ هنا بيقول انك انت بتقول والمتغير، اي ومن هذا القسم المتغير احد اوصافه، يعني والمتغير ده، واخد بالك ازاي؟ اللي هو بيقول من هذا القسم اللي هي ايه؟ ومن هذا القسم الماء المتغير. لا يقال كلام الشارح يشير الى انه صفه لموصوف محذوف، هو يعني الماء هو المتغير، ما نعتبرهاش دي صفه لموصوف محذوف، او مبتدا خبره محذوف وهو الجر والمجرور اللي هو ايه؟ من هذا القسم، لان كل ده حل اعراب مش حل معنى، والشيخ هنا بيقصد المعنى مش الاعراب، يقصد المعنى انه يبين لك من حيث التفصيل، خدت بالك؟ الماء المتغير احد اوصافه. طب فلو زال تغيره بنفسه، يعني انا حطيت عود نعناع في كوز ميه بقت ميه بنعناع، رحت انا شايل عود النعناع ده بعد ما حطيته ساعه فيه ورميته وشلت الكوز ده، جيت تاني يوم بشمه كده لقيت ما فيهوش اي ريحه نعناع، خلاص فقد ريحه، ودقته كده ما فيهوش، يبقى زلى بنفسه، يبقى ينفع اتوضى بيه. فهمت ازاي؟ يبقى زال الاثر بنفسه، فهمت؟ فلو زال تغيره بنفسه بطول مكس مثلا او شيء من ده، او بماء انضم اليه، او انا خدت الكوز المنعنع ده ورحت كبته على كوزين تانيين، فايه؟ عشان عايز استحمى بقى، مش هتوضى، عايز بقى ميه اكتر شويه، فلقيته زال خالص بالتكاثر، بان انا كاثرت عليه الماء، ينفع برضه استعمله، ينفع استعمله، خدت بالك؟ او بماء انضم اليه، او اخذ منه، يعني خدت منه عود النعناع ورميته، فهمت ازاي؟ او وقعت مثلا الصابونه، وقبل ما الصابونه تعمل اي اثر رحت مدي ايدي ورحت ايه؟ راميها بره، يبقى اخذ منه اللي هو سبب تغيره. او اخذ منه، اخذ منه الشيء اللي هيغيره، اللي اختلط، على حسب بقى كل حاجه، على حسب قوتها في التغير، في حاجه ما تغيرش بسهوله، عود قرنفل ما يعملش حاجه في الميه الا لما تسيبه عده ساعات، لكن لو قعد نص ساعه وشلته مش هيلحق يعني. في حاجه ثانيه تحطها تعمل اثر على طول، كل حاجه على حسب شدتها، اصل العبره بالتغير مش بطول المكس المغير فيه، العبره حتى تم التغير ولا لا، لازم والتغير بالعبره بايه؟ بما اختلط فيه، لكن مش بالمجاوره، المجاوره ما تضرش. انا حاطط الميه دي في حله وحطيتها في المطبخ، والنهارده في المطبخ كانوا بيقلوا مش عارف ايه وبيحمروا ايه وبتاع، بقى طعمها طعم قلي، دي تغير بالمجاوره، فهمت ازاي؟ الريحه بس المطبخ مش مهوي والريحه دابت في الميه فاثرت، ما يضرش، طعمها بقى توم، طعمها بقى مش عارف ايه، ما يضرش، لان ده تغير بالمجاوره ما يضرش. احنا العبره للتغير بالمخالط مش بالمجاور. ايوه، في غسل الخضار والفاكهه، ما هو ده اذا كانت ما تغيرتش اي صفه من صفاتها، ما هو الفاكهه فيها ريحه وبعض الفاكهه فيها لون، نفس الحكايه،
يبقى اذا انفصلت منها مش متغيره صفه من صفاتها، بحيث ان اللي يشوفها يقول دي ميه يبقى خلاص استعمل، لكن تغيرت صفه من صفاتها يبقى ما ينفعش استعمل. لونها اتغير، طعمها اتغير، او زاد وزنها، ما يدور. حتى لو زاد وزنها مثلا، يعني ممكن هقول لك حاجه، التراب ده تروح حاطه كده يغير ابتداء ولا يغير انتهاء؟ اول ما هتحطه هيعكر الميه، سيبه شويه يركب، صح؟ يبقى خلاص، يبقى انا ممكن ما استعملوش ابتداء، انا استعمله انتهاء. فهمت؟ هيقول لك الحاجه دي كمان شويه. ايوه طبعا. في حد حقيقة كان بيسأل، ما احنا قلنا بشرط بقى انه ما يبقاش متغير صفه من صفاته. لو ما تغيرتش صفه من صفاته بقى ماء مش متغير. طالما بقى مش متغير يبقى ماء مش مستعمل، يبقى طاهر مطهر. خدت بالك ازاي؟ هي دي الفكره. انما طول ما هو متغير بما خلطه من الطاهرات صار طاهر غير مطهر. فهمت؟ زي المرأة. ما انا اخليها مثال المرأة ده بذهني. خد بالك، المرأة دي عبارة عن انت ممكن تجيب حتة لحمة واحدة وتقعد تسلق فيها في حلة قد كده، بقت مية قد كده. واخد بالك ازاي؟ قعدت تغلي طول النهار عشان عايز تهادي الجيران بالمرأة. السنة دي ماتت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لما الواحد يجيب لحمة يزود المرق ويدي لجيرانه مرق، مش قادر يديهم لحمة يديهم مرق يطبخوا عليه. دلوقتي الناس بتروح تجيب ماجي دي علشان يطبخوا عليها تدي طعم، ما عندهمش بقى لحمة. يروحوا يجيبوا ماجي، ماجي دي شوية حاجات صناعية ومكسبات طعم وحاجات كيماوية، يعني بتعمل مشاكل في الكبد وفي الكلى وقرف. مالهاش لازمة. واخد بالك؟ لكن لو جارك ادالك كوزين مرقة عنده كيلو لحمة، بدل ما يسلقه في حلة قد كده، يسلقه في حلة قد كده ويدي نصها لجار، هيعمل عليها محشي ويعمل عليها بتاع ويعمل عليها فتة وهي من غير حتى السنة دي ماتت. والله السنة ماتت، والناس دلوقتي محتاجة السنة دي في الغلاء، غلاء الأسعار. نعيد السنن دي وربنا يكرم. فبيقول هنا فلو زال تغيره بنفسه او بماء انضم اليه او اخذ منه صار طهورا. وهذا في التغير الحسي اللي انت بتشوفه بعينك او تدركه بلسانك. فهمت ازاي؟ يعني تشوفه بعينك لون او تدركه بلسانك كطعم او تشمه بانفك كرائحه، يبقى ده اسمه تغير حسي، يعني تحس بيه ظاهر. طب واما التقديري؟ في تغير تقديري. انا عندي ازازه ميه ورد بقالها سنه في المطبخ فقدت ريحه، حتى لو حطيتها كلها على شويه ميه ولا تسيب اصلا. فهمت ازاي؟ بس دي برضه ما زالت ماء ورد، ما تحولتش الى ماء طاهر ومطهر، دي ماء ورد بس فقد ريحه. فلما اجي احطها على الميه مش هتغير ريح لان هي فقدت ريحه. فيبقى هيحصل تغير في الماء يسموه تغير تقديري مش حسي بقى. فهمت ازاي؟ تقديري يعني اقدر انها لو كانت ماء ورد معتاد. القدر لا يغير تغيير يمنع من اطلاق اسم الماء عليه ولا لا؟ ان كان يغير يبقى متغير، ان كان لا يغير يبقى لا يغير. يبقى انا هقدر هنا، ليه؟ لان ما بقاش عندي علامه اقدر ايه احكم بيه. واما التقدير فزواله بان يمضي عليه زمن، لو كان تغيره حسيا لزال، يعني اقصها على حاجه محسوسه كويس، او بان ينضم اليه ماء او يؤخذ منه. وكان بحيث لو انضم الى ما تغيره حسي او اخذ منه لزال تغيره، او يكون بجنبه غدير فيه ماء. غدير يعني زي جدول ميه كده متغير حسا، فزال تغيره بنفسه بعد مدة، أو بماء صب عليه أو أخذ منه، وفعل بما تغيره تقديره وفعل بما تغيره تقديره كذلك، فيعلم أن هذا زال تغيره أيضا. يبقى كل حاجة في التغيير الإيه؟ التقديري بعتبره ده لو كان تغيير حسي. القدر اللي هضيفه عليه ده يضيعه، يبقى خلاص احكم بانه زال تغيره. فهمت ازاي؟ يعني اقدره انه متغير حسا. احد اوصافه اي التي هي الطعم واللون والريح فقط. الاوصاف يقصده ثلاثه، طعم ولون وريح فقط. لكن حراره وبروده ما يضرش. طول عمرنا بنجيب الميه السخنه ونبردها بميه بارده،
انت ده، فالتغير الحراره والبروده دي ما يضرش خالص، لكن اللي يضر اللون والطعم والرائحه. لا نحو حراره وبروده، فان تغير ذلك لا يضر. وعلم من قول الشارح احد اوصافه ان ذات الماء لا تتغير او لا يتغير، وانما تتغير اوصافه، يعني ذات الماء نفسه ما تغيرش، ده الاوصاف هي اللي بتتغير. وان اوهم كلام المصنف خلافه ان الماء هو نفسه اللي اتغير، لا هو يقصد الماء تغير اي اوصافه. لما يقول لك ماء متغير يعني اوصافه متغير، واخد بالك ازاي؟ يعني الميه يقول لك انا زي ما انا وانت بتتغير. اللي بيغيرك ايه؟ هو الاوصاف. الميه تفضل ميه زي ما هي، لكن اوصافه هي اللي بتتغير. قول احد اوصافه اي التي هي الطعم واللون والريح فقط، دي خلصنا. بما بيقول بما متعلق بالمتغير، مش احنا قلنا ان الجر والمجرور تملي يبقى متعلق بحاجه، متعلق بكلمه المتغير. بما وما دي نكره موصوفه، تملي يقول لك ما دي نكره موصوفه، ما بمعنى شيء، يعني بمعنى شيء، اصل ما دي ممكن تبقى موصوله يعني بمعنى الذي او التي، وممكن تبقى نكره موصوفه بمعنى شيء، وممكن تبقى ما استفهاميه، ممكن تبقى ما الحجازيه اللي بمعنى ليس، وممكن تبقى ما الشرطيه، وممكن تبقى زائده. دي شغلانه بقى، لما دي شغلانه عايز اعرف، وفي ما مصدريه، يمكن في يجي 7 انواع في المادي، انواع كتيره كده في باب النحو، تجيب مادي نجيب لك الدكتور محمد حسن عثمان يشرحها لك. على فكرة إن شاء الله هنبدأ دروس إعراب القرآن الكريم من يوم الجمعة القادم في مسجد الأشراف في المقطم في شارع 17 بجوار مخبز المقطم السياحي، يوم الجمعة القادم بعد المغرب، من المغرب لحد العشاء هيجي الدكتور محمد حسن عثمان ويبدأ في إعراب القرآن من الفاتحة، من أول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إعرابها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إعرابها إيه؟ الحمد لله رب العالمين، اعرابها ايه؟ لان الاعراب فرع المعنى. فهتلاقي بقى تحس بحلاوه القران بقى وانت فاهم اعراب الحاجه وانت ايه بتقراه. هيخلص الفاتحه وسوره البقره كامله. طبعا مش في قعده واحده والا هتعيشوا عندنا سنه. لا ده هو يعني هيعملها كده كل جمعه لحد ما يخلص القدر ده، بيقول لو خلصنا الفاتحه وسوره البقره كامله تقدر انت تعرف بقيه القران بقى سنه. لان هيبقى خلاص انت عرفت النظام، خدت بالك؟ فنرجو ان كنتوا تحضروا الدرس ده وتشرفونا وتكترونا، علشان الدروس دي نادر انك تجدها في العالم الاسلامي كله، بقول لك مش بلاش في مصر، في العالم الاسلامي كله لا تجد درس اعراب قران. يعني انا ممكن نقعد نسال كده ونعمل بحث في الانترنت ونسال في جميع المعموره على وجه الارض، في حد بيعمل اعراب قران في المسجد؟ ده ما بياخدوهاش في الكليات. في الكليات اللي هي الدراسه التخصصيه ما بياخدوهاش. فما بالك في المسجد يحضروا عوام الناس، دي حاجه يعني. والدكتور محمد حسن عثمان ربنا يكرمه يعني بيبسط النحو بطريقه جميله، لدرجه انه كان يشرحه في قايتباي ويحضر معانا ناس فكهانيه وبياعين جرجير وبياعين فجل، والله بكلمك جد، في سوق الغمراوي يحضروا درس الاعراب وقاعد يشرح كان واخواته وان اخواته والممنوع بالصرف. والناس قاعده كده فرحان مبسوط، بعضهم فاهم وبعضهم مش فاهم، لكن قاعد فرحان، فرحان ان هو ايه سامع الحاجات الحلوه دي. فهو عنده قدره جميله في ايه، في ان هو يبين لك المعاني اللي هي في ظاهرها صعبه بطريقه مبسطه. والامام الشافعي كان يلم الناس في مسجد عمرو، الامام الشافعي رحمه الله صاحب مذهبنا، وكان يقعد يعلمهم الاعراب والنحو والقواعد، فيجوا الناس يقولوا له يا امام بتعلم الناس دول، ده ناس بيركبوا حمير وبيعملوا ولا يعرفوا حاجه. يقول لهم لا يفهموا، طب اسالوه. يروحوا سائلين ويقول له ايه كذا يجاوب وايه كذا يعرف، قال لهم شوفوا يفهموا. كان الامام الشافعي يحب يعلم الناس برضه، يلمهم كده الناس العاديين في مسجد عمرو، واخد بالك، ويقعد يعلمهم النحو ويعلمهم، لان النحو مهم جدا علشان تعرف الدين، تعرف كلام نبيك بيقصد ايه، تعرف الدعاء اللي انت بتقوله حتى وبتسال بيه ربك، تعرف معناه ايه. يعني مثلا ايه،
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ان شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طب اعرف بقى الجد ايه مرفوع؟ لانها فاعل مؤخر، يعني ولا ينفع الجد منك يا الله صاحب الجد. فشوف الفاعل جه متاخر فين؟ يعني ولا ينفع الحظ صاحب الحظ منك يا الله. فهمت ازاي؟ ما تفهمش الحكايه دي الا من الاعراب. ولا ينفع ذا الجد منك، تقول الجده ولا الجدي ولا الجد ولا ايه بالظبط؟ زي الجد الله يرحمه، واخد بالك؟ يسموه الجد بقى، ها؟ انما الجد اللي هو ايه؟ الحظ. والجد واخد بالك اللي هو ايه؟ الجد بالقرابه. ما هو شرحها زمان في قايتباي، مسك القواعد كلها شرحها في سنتين، شرح الاجروميه كلها وتسجلت على سيديهات. هو بيقول هيعيد القواعد، كل ما تيجي قاعده في الاعراب هيمسكها يفصل، يجي اسم ممنوع من الصرف يشرح لك قاعده الممنوع من الصرف، يجي المنادى يمسك لك المنادى انواعه ايه ومش نظامه ازاي، يجي التمييز يمسك لك انواعه، وهكذا. فهتلاقي نفسك بتاخد القواعد بطريقه تطبيقيه بقى على القران، يوم يحصل لك البركه. فنرجو انك انتوا تخبروا الناس اللي مهتمين بهذا، واللي مش مهتم يجي يجرب، يجي يجرب يحضر جلسه زي دي هينبسط قوي. اعراب القران بين المغرب والعشاء في مسجد الاشراف. اتفضل. لا بعد العصر صعب، بنبقى مصلين الجمعه وصاحيين من الفجر وتعبانين، بيبقى عناء. وفجاه تخلص الجمعه من هنا تطلع تتوضا تلاقي العصر دي. ها بيبقى عناء شديد، بنتعب جدا، وبيبقى ثاني يوم عندنا شغل. بقى كده هتعيونا بقى. لا بعد ما ايوه. اهو محمد علي اهو. اهو. اتخانقت معاه عشان يحكي. بقى موجود اهو. دروس 12 سنة. متسجلة على سيديهات مع اخونا محمد علي. فهنا بيقول ايه بقى؟ أحد أوصافه أي التي هي الطعم واللون والريح فقط، لا نحو حرارة وبرودة. بما بقى؟ بما دي اللي هي فتحت لنا موضوع النحو. تملي يقول لك ما دي نكرة موصوفة بمعنى شيء. كثيرا ما يقول لك كده. نكرة موصوفة كما أشار إليه الشارح بقوله أي بشيء، وجملة خالطه صفة لها. بما أي بشيء خالطه، يبقى خالطه دي والجملة اللي بعدها دي صفة للشيء ده. فهمت ازاي؟ وان اوهم كلام المصنف خلاف بما متعلق بالمتغير، وما نكر موصوفه كما اشار اليه الشارح بقول اي بشيء وجمله خالطه الى اخره صفه لها. وقد ذكر المصنف شرطين من شروط المتغير. الاول الشروط بقى علشان اقول عليه متغير، خد بالك، الاول ان يكون المتغير به خليطا، يبقى مش بالمجاوره، ان يبقى مخلوط. فهمت ازاي؟ اول حاجه مخلوط دايب فيه. الفرق بين المجاور والمخالط ان المجاور متميز اشوفه اقدر اشيله، والمخالط دايب فيه ما اعرفش ايه. نسميه احنا مزيج، الكيماويين يقول لك مزيج ممزوج يعني داب فيه، او ذائب مذاب. خدت بالك؟ احنا عندنا في الكيمياء يقول لك في مذيب اللي هو الحاجه الدايبه اللي ما تشوفهاش بعينك، وتقول الخليط اللي هو الحاجه اللي في الميه المترسبه، واخد بالك، والمجاور اللي هي الحاجه اللي جنب الميه لكن ما دخلتش فيه. لكن الفقهاء ليهم تقسيمه ثانيه غير الكيماويين. افهم كلام الفقهاء، لان احنا دلوقتي مش في حصه كيمياء. الفقهاء عندهم المخالط بمعنى المزيج عند الكيماويين، يعني السكر ده في الميه يبقى اسمه مخالط. عند الفقهاء يسموه مخالط. فهمت ازاي؟ عند الفقهاء. يبقى بشرط ان يكون المتغير به خليطا، وهو الذي لا يمكن فصله، لان الممزوج ده لا يمكن فصله. يبقى هو بيشرح لك الخليط يقصد بيه المزيج. فهمت ازاي؟ يبقى ده كلامه عند الفقهاء. او هو الذي لا يتميز في راي العين، يعني ما تميزوش. حطيت الليمون على الميه دورت، تقدر تشوف الليمون؟ خلاص بقى. والثاني لكن الجاز بالمجاورة،
لان الجاز يعمل لك طبقات فوق الميه كده ما يدوبش، صح؟ يبقى تغير بالمجاورة. لو انا شلت الجزء الفوقاني ورميته اتوضب اللي تحت، صح؟ خد بالك، لان الجاز تغير بالمجاورة، مالناش دعوة، مجاورة، تغير بالمجاورة ما يضرش عند الفقهاء. افهم كلام حلو اهو، بينبني عليه حاجات حلوة، بالذات الناس اللي بيشتغلوا ميكانيكية في الورش، وساعات يبقى حاطط كده بسلة ميه وقاعد بيشتغل في الموتور وبيعمل مش عارف ايه، وبعدين يجي يلاقي الميه جه عليها نقط جاز والميه مقطوعه وعايز يتوضى ويصلي في الورشه بتاعته، فما يعرف الحته دي يعرف انه يتوضى بيها، هيقشط الحته دي يرميها. تقول له بترميها ليه يا ميكانيكي؟ يقول لك اصل ده تغير بالمجاوره، انا هتوضى باللي تحت. يرفع جرب الفقير ليه؟ لانه كان قاعد معاه. فاهم؟ فدي حاجات مهمه. والثاني ان يكون من الطاهرات، الثاني ان يبقى الحاجه اللي اتضافت عليه دي طاهره، لان لو كانت نجسه بقى متنجس. احنا بنتكلم بما خالطه شيء من الطاهرات، يبقى لازم يكون المخالط ده طاهر، خدت بالك؟ وترك شرطين، احدهما ان يكون التغير كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه، لازم يكون تغير كثير مش تغير كده بسيط بحيث لا يدركه الا الناس اللي حست شمهم قوية قوي، او الناس اللي يستطعموا طعم جامد قوي. يعني في واحد يشرب المية كده يخلص الكوباية يقول الحمد لله، واحد يقول له ايه شربتها دي كان عليها خل، يقول انا والله ما ادركتش، واخد بالك؟ خلاص ما يجراش حاجة، يبقى ده مش متغير تغير كثير. انما في ناس عندهم حاسة الطعم عندهم قوية، ده ما نحكمش بيه لانه ده نادر، احنا لينا المعتاد، لازم يبقى تغير كثير بحيث كل الناس المعتادين دي يدركوه. فهمت ازاي؟ يبقى يشترط ان يكون المتغير التغير كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه، وقد اشار الشارح اليه بقوله تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه. وثانيهما ان يكون الخليط مستغني عنه، الشرط ده مهم قوي، ان يبقى الخليط ده مستغني عنه عشان يخرج ما في مقره او مستقره. طب ما هو البحر ميته متغيره مش حادقه، صح؟ وميه النيل ايام الفيضان كانت تبقى لونها بني، ما هي متغيره في اللون اهو، لكن ده متغير بما في مقره بما لا يستغني عنه، فيبقى يتوضى بيه. لكن المتغير بما هو مستغن عنه هو ده اللي يضر، يبقى طاهر غير مطهر. لكن متغير بما لا يستغني عنه اللي هو بما في مقره او مستقره يبقى ما يضرش. خد بالك، ان يكون الخليط مستغني عنه، تكتب فيها ليخرج ما في مقره او ممره، المقر اللي هو في الماء الراكد والممر اللي هو في الماء الجاري. فهمت ازاي؟ فالمقر ينفع كمان الخزانات اللي فوق العمارات، ما هو ده مقر مش كده برضو؟ فلو تغير بما في مقره ونزل لك في الحنفيه اتوضى بيه، نزل لك من الماسوره متغير شويه اثر صدى معدي في الماسوره كده اتوضى بيه، لانه ده ممر، خدت بالك؟ كما اشار الشارح اليه ببيان مفهومي بقولي وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. وعباره المنهج، شوف ده كل شويه يجيب لك عباره المنهج بتاع سيدي زكريا الانصاري عشان عباراته فيها الشفه، منهج الطلاب كتاب جميل، وسيدي البجرمي عليه حاشيه، عليه حاشيه الامام سليمان البجرمي على منهج الطلاب، يا كتاب ايه فيه الشفه ومطبوع. وعبارة المنهج مستوفية للشروط الأربعة، ونصها بيقول إيه؟ ميزته بقى هنا الشيخ البيجوري رضي الله عنه وجزاه الله عنا خير، إن ينقل لك عبارة المنهج. كتير من العلماء ينقل لك المعنى ما ينقلش العبارة، لكن شوف بقى هنا ينقل لك العبارة بالظبط، ودي دقة كويسة حلوة كأن نقلك للكتاب. بيقول إيه؟ فمتغير بمخالط طاهر مستغن عنه تغيرا يمنع لسه غير مطهر، انتهى. شفت الجمال؟ شو نقولها تاني، جايب لك كل الشروط كده ورا بعضها وانت ايه؟ شوف بيقول ايه؟ فمتغير بمخالط طاهر، يبقى مخالط خرج مجاور، طاهر خرج النجس، مستغن عنه عشان يخرج ما في مقره او مستقر،
تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء علي، عشان يقول ان التغير البسيط لا يضر. شفت الحلاوه بقى؟ جاب لك كل الشروط في كلمتين بسيطه. يبقى ايه؟ غير مطهر، انتهى. ولعل الشارح لم يضم ذلك القيد الى ما ذكر من القيود، لانه يستفاد من قوله تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه بعد اعتبار علم الشخص بحاله مع كونه من اهل العرف واللسان. يعني لازم يبقى الايه، علشان نقول ان تغير اطلاق اسم الماء عليه، يبقى ايه؟ ان الناس اهل العرف واللسان يقولوا عليه دي مش ميه. اهل العرف واللسان اللي يعني لغتهم واحده، واخد بالك ازاي؟ وهذا انما يكون حيث كان المخالط مستغني عنه. قوله خالطه من الطاهرات، فاضل خمس دقائق. اما ابتداء، خد بالك، خالطه من الطاهرات فغيره اما ابتداء ودواما، يعني ابتداء يغيره من اول ما يختلط به ويستمر التغير، اسمه ابتداء ودواما. اما ابتداء ودواما كالغسل، فهمت ازاي؟ زي لما بغسل شيء، واخد بالك ازاي؟ يختلط بيه اثار المغسول وتتخلل كل الميه من اول ما يجي لحد ما اسيبه، ما فيش حاجه تركض ولا ترسب ولا يتغير، فهمت ازاي؟ يبقى ده تغير ابتداء ودواما كالغسل، او دواما فقط كثمره الشجره. البرتقاله لما تقع في الميه ما تغيروش الا لما تدوم في الميه فقط، فهمت ازاي؟ لكن لو وقعت ورحت انا شايلها على طول ولا تعمل حاجه، صح؟ لكن تحتاج انها تدوم شويه، دواما فقط. فاذا دامت وبعدين شلتها تقوم تترك اثرها، فهمت ازاي؟ لكن ابتداء لا. طيب، او ابتداء فقط كالجير والجفن، زي الجير والجبس والاسمنت والطين، كل ده يغيرها ابتداء بس، تعكرها وبعدين سيبها شويه وغيب ساعه وارجع تلاقيها ركضت وقعدت تحت. شوية شاي، طفل شاي وقعوا في المية، يهيسوا في المية كده، طب سيبهم كده وارجع بعد نص ساعة تلاقيهم ركضوا. يبقى دي انتهاء، تغيره ابتداء ولا تغيره انتهاء. خلاص، لو لا، لو كانت المية باردة ما تغيروش، الطفل ما يغيرش المية اللي كانت سخنة. لو كان شايكه بيغيرها ما يضرش، يبقى خلاص غير اللون. احنا بنشترط، اشترط ان ايه؟ ان يبقى ما يغيرش احد اوصاف، خدت بالك؟ وهو المسمى عند العامه بالجبس، الجبس اللي هو الجبس عند العامه يسموه الجبس. اصل الشيخ ابراهيم البيجوري ده مصري، فيجيب لك بقى العبارات المصريه حلوه، هتلاقيها كتير ايه؟ في كلامه. حتى لما جاي يدي لك مثال للعين قال لك كعين الصيره، ولما يجي في قصر الصلاه يقول لك كالسفر من مصر الى طنطبة لزيارة البدوي تقصر فيها الصلاة. هو كانوا بيزوروا السيد البدوي من ايامه، علشان الجماعة اللي بيزعلوا من زيارة الاولية، مش عارف انا ليه زعلانين. لعلمك زيارة الولي هي زيارة النبي في الحقيقة، لان ما من ولي الا واخذ نوره من النبي، ولصعوبة الوصول لزيارة النبي لبعد المسافة ربنا جعل أولياء في كل مكان، عشان كل ما تشتاق للنبي تروح للولي. دي الحقيقة لو تفهم، لأنه لما وصل للولاية إلا لحبه في النبي واتباعه للنبي، فأضاءت فيه أنوار النبوة فصار وليا لله، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. اللي يفهم كده كأنه رايح يزور النبي، حاجة من ريحته. انت مش هتوصل ولا تترقى الا لما تلتزم بايه؟ بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كلما اختلط ظاهرك وباطنا بسلوك النبي محبه واتباعا، كلما اضاءت انوار النبوه فيك فظهرت فيك علامات الولايه، فصار ما فيك من صلاح مستمد من النبي الذي جعله الله وسط كل خير. هي دي الحقيقه للي يفهم. فعلشان كده الواحد لما بيشتاق للنبي بيروح فين؟ يروح يزور السيده نفيسه، يشم ارواح حلاوه النبي، يروح يزور السيده زي يفتكر احوال النبي، فهم؟ لان احنا لولا علاقتها بالنبي احنا كنا رحنا زرناها. طب ما في ناس كتير مدفونين ما حدش راح زارها، حد راح زار ام كلثوم؟ مع ان الناس كلها بتحب ام كلثوم لحد دلوقتي يمكن بيسمعوا، لكن ما بيروحوش يزوروها، لان ما لهاش علاقه يعني بانوار النبوه.
واخد بالك ازاي؟ او انوار النبوه فيها كانت يعني ايه مش ظاهره زي الاولياء، لان برضو كانت حافظه القران رحمها الله، يمكن ربنا يرحمها بالقران، ما احنا ما نعرفش. عباد الله دول في مشيئه الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم، احنا لا نجزم بشيء. فهمت ازاي؟ اي مسلم ولو عاصي فيه من الانوار الايمان، الايمان ده نور كبير، حتى ولو عاصي فانه مسلم، ده المسلم ده حاجه كبيره قوي، حرمته اشد من الكعبه حتى ولو عاصي، فما بالك لما يبقى مسلم صالح طائع ولي، يبقى حاجه كبيره قوي. كل ده من رسول الله ملتمس رشفا من البحر وغرفا من الدين. فالشيخ البيجوري كتير يجيب لك امثله مصريه حلوه، شوف كده. مش مبعوث في زمرة النبي، هو عصاة المسلمين دول مش هيبعثوا في زمرة أمة النبي، والرسول صلى الله عليه وسلم هيقعد يشفع فيهم وهيدخلهم الجنة؟ إيه أنت زعلان ليه؟ ما أنت منهم، أنت زعلان أنت منهم، أنت عايز تطردهم أنت هتطرد معاهم، يعني أنت معصوم؟ ده أنت منهم وإحنا منهم وكلنا منهم. وأنت فرحان بنفسك أنك جيت صليت خمس فرائض في الجامع؟ العبرة بالمعاصي القلبية أشد. فربنا ينجينا. فبيقول اما التغير، اما ابتداء ودواما كالغسل، او دواما فقط كثمرة الشجرة، او ابتداء فقط كالجيري والجص وهو المسمى عند العامة بالجبس، ومسك وزعفران ودقيق وقطران لا دهنية فيه، ما لم يكن لإصلاح نحو القرب وإلا كان مما في المقر. بيقول لك لو أطران كانوا زمان القرب القربة كانوا ساعات يلحموها بأطران، يجوا يملوا فيها الميه، الميه تتغير طعمها بالاطران. قال لك ما يضرش لانه ده ضروري، لان صار بما في المقر. ومن هنا نفهم ان التغير اللي في ماسوره الميه ما يضرش، زي الشيخ نجيب ما كان يقول لنا، لانه قاسها على دي. لان القربه مقر صناعي مش طبيعي، واجاز الفقهاء استعماله ولو تغيرت بما في المقر الصناعي. فيبقى خزانات البيوت تمشي زي القرب. خدت بالك؟ يبقى لو تغيرت برضه زيها. وإلا كان مما في المقر فلا يضر، فإن كان فيه دهنية كان مجاورا فلا يضر أيضا. دهنية يعني إيه؟ زي الزيت والبتاع، تلاقيه يعمل إيه كتل كده ويجري على المية كده، لكن ما يدوبش فيه. يبقى برضه لا يضر قطعا، لأنه ده تغير بالمجاورة لاختلاف الكثافة بقى. تغيرا يعني شيله كده بايدك، شيله بايدك او زيحه وخد من ايه؟ وانوي الاغتراف وخد من حواليه وتوضى. تغيرا اي كثيرا كما اشار اليه بقول يمنع اطلاق اسم الماء عليه، فانه انما يمنع ذلك لكثرته، بحيث يقول كل من راه هذا ليس ماء. فان كان التغير قليلا بحيث لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه لم يضر كما سيذكره الشارح. وكذا لو شك، طب افرض شك في التغير كثير ولا قليل؟ ما يضرش. هل التغير كثير او قليل؟ فانه لا يضر، لاننا لا نسلب الطهوريه الا باليقين مش بالشك. فهمت؟ عشان الموسوسين، العالم الموسوسه بقى. فانه اي المتغير سواء كان قليلا او كثيرا، وقول طاهر اي في نفسه، وقول غير طهور محله بالنسبه لغير ما خالطه، اما بالنسبه لي فانه مطهر. شفت ده حته ثانيه. طب خليها دي بقى المره الجايه عشان عايز اشارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. بيقول هنا سؤال في الاذان، بعضهم يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ان سيدنا محمدا رسول الله، يعني إضافة لفظ سيدنا في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة، هل يجوز أم لا؟ ما هي حكمها واحد. اللي قالوا أنه يستحب في الصلاة قالوا يستحب في الأذان والإقامة أيضا، واللي قالوا لا يستحب في الصلاة قالوا لا يستحب زيادته في الإيه؟ في الصلاة والأذان والإقامة أيضا. يعني حكم الأذان والإقامة حكمه التشهد في الصلاة أيضا. فاللي قال وذهب إلى استحباب لفظ السيادة عند سيدنا عند ذكر سيدنا محمد في التشهد في الصلاة، استحبوا أيضا إنك أنت في الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الإقامة والأذان أيضا. وفي كتاب اسمه تشنيف الأذان
مصنف من سنة 51 وبيباع الآن، موجود في الأسواق، للسيد أبي الفيض أحمد الصديق الغماري من علماء الحديث الكبار، اسمه تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان. اسم الكتاب كده، تشنيف الأذان في استحباب لفظ السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان، وجاب لك حوالي 30 دليل على الاستحباب، وهو مذهب الشافعية قبل ما يتولد الشيخ أحمد. مذهب الشافعية استحباب لفظ السيادة عند اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، وقالوا أن الأدب يقدم على الاتباع. الاتباع انك تقول اشهد ان محمد رسول الله، وانك في التشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ده الاتباع، ولكن الادب يقدم على الاتباع، لان لما نظروا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امتاز في سيرته انه كان متواضعا، وانه كان يتنازل عن حقه لامته صلى الله عليه واله وسلم، وانه ما كانش يقول للناس قولوا سيدنا محمد، ما كانش يامرهم ابدا، لكن هو قال لما ربنا امره ان يبلغ الناس بقدره قال انا سيد ولد ادم ولا فخر، فقالها على استحياء صلى الله عليه وسلم. لكن كان لما يتواضع مع الناس، ولما يجي حد يقرب له كده وبعدين يرتعد من شده هيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم، فيقول له هون عليك ان ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه، وكان يجلس صلى الله عليه وسلم جلسه الانسان البسيط محتبيا بيديه، يعني حتى مش ستاند على كده وقاعد مضطجع كده، كان يقعد كده متواضع محتبيا بيديه، يعني ضمن رجليه على قديه كده وقاعد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأكل جالسا صلى الله عليه وآله وسلم رافعا إحدى قدميه، فيقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في كمال التواضع. فتواضعه يمنعني يقول للناس قولوا سيدنا محمد، واخد بالك ازاي؟ دي حاجة. الحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين وقال بعد الأذان ما شرع من سنين طويلة. خد بالك إن الأحكام قد يأتيها أشياء تزودها. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. كل دي استدلالات الشافعية. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما تجعلوش إن النبي تقول اسمه كده مجرد زي بقية الأسماء الناس العادية، تقول محمد بن عبد الله حاف كده. تفتكر واحد صاحبك في المدرسة اسمه محمد بن عبد الله؟ لا. لازم بقى لما تيجي تجيب سيدنا محمد تقول سيدنا محمد بن عبد الله. فهمت ازاي؟ يبقى بينت ان ده متميز، بينت ميزته. دي حاجه. الحاجه الثانيه استدلوا من فعل السيره ان سيدنا ابي بكر في مرض وفاه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي بالناس، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاط وخرج ليقف في الصف، سيدنا ابي بكر شاف النبي خلفه فاراد ان يتراجع ويخلي النبي يصلي بالناس، فأشار إليه أن قف مكانك، فكان الاتباع يقتضي أن يصلي بالناس، لكن سيدنا أبو بكر تراجع وحمد الله وخلى النبي هو اللي يصلي بالناس، وصلى الناس بصلاة أبي بكر مبلغا، وبعد الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي بالناس يا أبا بكر وقد أمرتك، يعني الاتباع كده. فقال له إيه؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم القوم ورسول الله بينهم، فالرسول أقره على هذا الأدب، ما داموش بقى. وجاء في حادثة الحديبية، صلح الحديبية، قال هذا ما عاهد به محمد بن عبد الله، محمد رسول الله، سهيل بن عمرو اللي هو عن قريش، وهيبتدي يكتب بنود الايه الاتفاق بينه وبين قريش في صلح الحديبية. قام سهيل بن عمرو قال له ايه؟ قال له لا، انت محمد بن عبد الله، انت لو رسول الله ما كناش قتلناك، انت محمد بن عبد الله. فسيدنا رسول الله اللي كان بيكتب سيدنا علي في الصلح، فقال له امحوها يا علي واكتب ابن عبد الله، تنازلا لحقه صلى الله عليه وسلم، لان مصلحه الامه تقتضي ان الصلح ده يتم، فالرسول يقدم مصلحه الامه على مصلحته متنازلا. دي امور حياه النبي كلها كده صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيقول انا منكم بمنزله الوالد من ولده. فشوف انت ابوك ازاي يضحي بنفسه عشانك، ممكن تبقى بدلته قديمه ويجيب لك انت البدله الجديده، ممكن ياكل هو العيش البايت ويخليك انت تاكل العيش الطازج، دي الحقيقة. ممكن يركب هو عربية أجرة ويديك أجرة تاكسي وتاخد تاكسي أنت وتروح له، لأن الأب طبيعته يضحي. فالنبي بيقول أنا منكم بمنزلة الوالد من ولدي، طبيعته كده صلى الله عليه وسلم. فإيه فالمهم، فقال سيدنا علي امحوها يا علي. سيدنا علي
قال والله ما امحوها ابدا يا رسول الله. وكل الصحابه قاعدين، ما حدش قدر يجرؤ ان يمشي. سيدنا ابو بكر واقف، سيدنا عمر واقف، وسيدنا عبد الله بن عمر، كلهم واقفين. لو انت كنت واقف على طول تشتغل، واخد بالك؟ ما هو النبي بيقول امحوها، خلاص ما احنا بقى عايزين نسارع في مرضات النبي. لكن الصحابه لما فهموا ان الامر هنا امر فيه تنازل عن حقه، فاذا كان تنازله عن حقه احنا ما نتنازلش عن حقه. فهمت ازاي؟ فيبقى هو عايز يتنازل عن حقه، هو يعملها بايده بقى، دي مسؤوليته هو، لكن احنا ما نتنازلش عن حقه. فهمت ازاي؟ حبا فيه. فالصحابه كلهم احجموا، محدش مد ايده. لما رسول الله هو اللي ايه محاها بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. فاستدل الامام الشافعي واتباع الشافعيه كلهم بالحادثتين دول على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدم الادب على الاتباع، وان النبي اقر من قدم الادب على الاتباع، فاستحبوا سياده لفظ السياده عند الاذان والاقامه والصلاه على مر العصور. لدرجه ان انا كنت في سوريا في دمشق مره من مده، ولقيت جامع كده بيقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله بالميكروفون كده. انا فرحت قوي، اصل انا شافعي مش عارف اعملها في مصر، خايف اعملها في مصر الناس تاكلني. فدخلت بقى سالت الراجل المؤذن، قلت له مبروك، ده انا فرحت قوي، ده انا نفسي اعملها في مصر مش عارف. قال لي اصل احنا هنا شافعيه. قلت له ما حدش بيتخانق معاكم؟ قالوا لنا في الاول كده، وبعدين اعترضوا، وبعدين بعد كده لما لقونا ما فيش فايده مننا سابونا. فانا عملتها هنا في مسجدنا في المقطم، مسجد الاشراف. وبعدين احيانا اعملها واحيانا نتركها، علشان كل شويه يبعتوا لي ناس يجوا يقولوا انت ليه بتقول كده، ويجوا بقى عايزين ايه يقضوا على البدعه، بيعتبروها بقى بدعه وضلاله وفي النار وشغلانه بقى، عاملين قضيه وعايزين يغزوا المسجد ويفتحوا المسجد وينشروا الاسلام. كل شويه يجي لي واحد كده عايز ينشر الاسلام، حاجه غريبه. فانا ساعات اعملها، واخد بالك، لما اذن، وكتير قوي اروح ايه متنازل على الاذان واخلي سيد ياذن او سيد بياذن الاذان المعتاد، عشان نمشي حالنا بقى نعمل ايه بقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ايوه ايوه الصحابه، ايام الصحابه اختلف العرف. ايام الصحابه كان نداء الرجل باسمه المجرد مش عيب، كل عصر النبي كده، كان عصر النبي كله نداء الرجل باسمه المجرد لا يعاب. فهمت ازاي؟ كان العرف كله كده، كان يخش يقول له يا محمد وهو مؤمن بيه. فهمت ازاي؟ لان ده المعتاد لحد دلوقتي في اراضي الحجاز، يناديك باسمك المجرد ومش عيب، صح ولا لا؟ متوارثين هذه العاده. يعني لما تروح هناك وتصاحب شويه جماعه، والكون يا افضل، لكن ساعات يناديك باسمك المجرد احيانا، واخد بالك؟ وساعات يقول لك يا ولد، وتبقى كبير شاي، يقول لك كل مولود ولد، صح ولا لا؟ فلما تغير العرف وصار النداء بالاسم المجرد اصبح يعاب الان، فيبقى يتغير الحكم. واحنا قايلين ان الحكم الفقهي يتغير بتغير العرف. ما هو في فرق بين الحكم الفقهي، واخد بالك ازاي، والحكم العقلي. الحكم الفقهي يتغير بتغير حال المكلف وبتغير العرف. فهمت ازاي؟ فلما تغير العرف وصار انك انت لو ناديت استاذك باسمه المجرد يزعل، لو ناديت ابوك باسمه المجرد يزعل. ده كان الصحابه عبد الله بن عمر كان يقول لسيدنا عمر يا عمر، يقول لي لابوك كده وما يزعلش، وهو امير للمؤمنين، لان دي العاده. فهمت ازاي؟ انما الوقت انت روح نادي ابوك باسمه المجرد هيزعل منك، صح ولا لا؟ هيزعل منك. ولو ناديت استاذك باسمه المجرد يزعل منك، كان زمان عادي ايام النبي. فانت علشان تعرف الحكم لازم تستطرق حال المكلفين في هذا العصر عشان تبقى فقيه. ما هو الفرق بين الفقيه وغير الفقيه هو كده، الفقيه بيشوف، لان ممكن الحكم يتغير بتغير العصر. سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما انتشر الاسلام واتسع، حرم الزواج بالكتابيه. قال لي تغير الحكم، قال احنا احل الله الزواج بالكتابيه اولا تاليفا لقلوبهم حتى يظهروا علامه النبي التي اخفوها في كتبهم. فلما انتشر الاسلام وبان انهم ما زالوا يخفونها، فلا سبيل لاننا نتزوج منهم، دول كفار. فسيدنا عمر وهو كان خليفه قال ان الحكم تغير، وان الحكم الزواج بالكتابيه مش ليوم القيامه، ده كان في فتره زمنيه محدوده، وهي تاليف النصارى واليهود حتى يظهروا ما اخفوه من سوء ايه؟ من صفه النبي عندهم. يعني من باب حط في عينك حصوه ملح وقول الحق.
فهمت ازاي؟ فلما ما حطوش في عينه الحظ في ملح والاسلام انتشر، فاصبح ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ده فقه سيدنا عمر. يبقى بيتغير الحكم بتغير الحال وتغير حال المكلف وتغير، وعشان كده وضع ايه؟ وضع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم، وقال لقد اعز الله الاسلام، مش محتاجين ندي فلوس للناس عشان تسلم. سيدنا عمر كده اسقط سهم المؤلفة قلوبهم، قال لتغير الحال، تغير حال المكلفين. فاذا عاد الاسلام ضعيفا مرة اخرى يبقى نعيد المؤلفة قلوبهم مرة اخرى، وهكذا. فايه المسألة؟ فانت لو نظرت تقول الصحابة ما كانوش بيقولوا، الصحابة عندهم ما كانش فيه اساءة ادب للاسم المجرد. خدت بالك؟ كانت العادة كده. انما الوقت تغير حال الناس. تقدرش تقول لحاكم الدولة تقول له يا حسني مبارك. إساءة أدب أظن يعني. لو أنت في اجتماع كده معاه وتقول له يا حسني مبارك. يعني إساءة أدب ما يليقش، صح ولا لأ؟ وشيخ الأزهر تقول له والله يا طنطاوي أنا كنت، هيزعل منك. صح ولا لأ؟ هيزعل منك ولا لأ؟ طب فين بقى مقام النبي؟ إذا كان إحنا تغير العرف الوقت، تغير العرف الوقت، أما تيجي تقول الاسم المجرد يعني عيب. عيب لدرجة ان يقول لك حرام عليك يا اخي تقول كده للناس الكبار يا اخي، واتك على اسنانه كده عايز يديك الان، صح ولا لا؟ يزعل منه. فاذا كان يبقى النبي اولى بالتوقير. ادي المسألة والله اعلم. وكفاية بقى عشان نروحكم وتروحنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفر ونتوب اليك. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، فغفر عن ذكري الغافلون. جزاكم